هي ميلا عم تاكل فليفلة، طيب الفليفلة؟ أشفتك؟ ما حدا؟ شو؟ أوقاتكم متابعين قناة المطبخ الحموي، اليوم رح نعمل مع بعض دبس الفليفلة ورح نعمل مقدوس الفليفلة ورح نعمل طبخة طيبة كتير. ما بيصير إذا جبنا فليفلة لنخزن ما نعمل هي الطبخة، فليفلة باللحمة مع البصل كتير طيبة. ورح نبلش يومنا حافل بالشغل، رح نبلش سوا. بيت أسألكم، وقت اللي كنت بالسوق جبت الفليفلة لقيت من هذا الباذنجان، جبت منه للمقدوس أول مرة بينزل عنا، لونه أبيض، فاللي مجربته بالمقدوس تكتب لي بالتعليقات إذا بيطلع منيح، لأني أول مرة بجربه. وفي ناس قالوا لي ما بيطلع كويس بالمقدوس، لأني أنا بالعادة بجيب اللونه بنفسجي الحموي، فهذا لقيته أول مرة موجود عجبني وجبت منه. ليش بدبس الفليفلة؟ كيف بنعمله؟ منقطع الفليفلة بهالشكل، ننظفها من البزر. هي فليفلة شامية حلوة، شامية ما حموية، تجي رقيقة. أنا هيك بفرده وبفرده هيك بهالصدر، نفرده بهالشكل، منحطهم على الشمس يوم كامل 24 ساعة، ما منخليها تنشف، تدبل تدبيل يعني تضل طرية، ومنجيبها نشتغل فيها وقتها. وهي شكل الفليفلة بعد ما نزلناها إلى 24 ساعة على السطح، يعني ما خليناها تبس على الآخر، يعني دبلان تدبل. وهلأ منقوم نطحنها على المكنة ومنورجيكم كيف بده يطلع معنا دبس الفليفلة. بعد ما طحناها خلصت، صارت جاهزة بهالشكل هاد. أنا بنشفها منيح، بفرمها لأن ما في كهرباء. إذا بدك تخليها رطبة أكتر من هيك وتفرميها بتصير معك أمرأ، بس ما في كهرباء تخزنيها. هلأ هيك بتعبيها بمطاربين، تحطي على وجه المطربان زيت وبتتخزن عندك، ما بهم إذا ما كان في كهرباء. هلأ منبلش بمقدوس الفليفلة. أنا بنقي لمقدوس الفليفلة الصغار، حجمهم اصغر شيء. وقت بجيب الفليفله بنقيها اصغر شيء، هي بعملها مقدوس بهالطريقه. هيك بنشيل العقب، ننظف قلبها، بالشكل هاد بنحط بقلبها ملح، هيك بنحطها بالمصفايه. هلا بنجيب ابره وخيط ومنجكن الفليفلات هيك بهالطريقة. نعمل عقد منه ومننشرهم بالشمس، ما نخليهم يبسوا يبيس كامل، نخليهم يدبلوا. كنا جاكينهم بخيط هيك مثل العقد وناشرينهم على الشمس، دبلوا كمان دبلان، بس يعني دبلوا هيك ما يبسوا. الحشوة اللي بدنا نحشيها دبس فليفلة وجوز بس. هلأ نبلش نحشيهم بهالشكل هاد، نحشيهم بهالشكل هاد وين على المطربة بهالشكل. رح نعمل قدامكم واحدة تانية هالشكل هاد. الحشوة ما بنحط فيها ملح، خلصناهن حشي، بنيجي بنصب عليهم زيت هالشكل هاد. وهيك بيكون جهز معكم مقدوس الفليفلة، بنكبسه 10 أيام أسبوع بناكل منه. صحة وهنا.